سيد ناصر اهي كلها غرقانه، ما يفرحك هنا وما يفرحك هنا، لدرجه ان في بحر، حاسس ان في بحر اصلا. ده الطريق، ده الطريق كله، ده طريق الاستراد اصلا. الجرار بيزق او اللودر بيزق العربيه. راح ولعوا العواميد بتاعت الكهرباء، والكهرباء دلوقتي ما هتلاقيها في العواميد. الكهرباء العواميد هي واصلها الكهرباء. ايوه الدنيا كلها غرقانة. يعني عايز اقول لكم الناس مش باينة من المية اصلا، طريق الاستراد كله باظ. العربية متغطية طبعا.